أحمد الدليمي، نهاية رجل شجاع، يعتبر أحد الشخصيات الأمنية البارزة في تاريخ المغرب الحديث. خلال السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الماضي، لعب الرجل دورا قويا بعد وفاة الجنرال أفقير، والذي اتهم إلى جانبه بقمع المعارضة والمشاركة في تصفية المهدي بن بركة. برز أيضا كقائد ميداني في خوض معارك الصحراء الغربية ضد قوات البوليزاريو، وتضاربت الروايات حول وفاته عام 1983 بين رواية رسمية تتحدث عن اصطدامه بشاحنة، ورواية موازية تؤكد تعرضه لاغتيال للاشتباه في تحضيره لمحاولة الانقلاب على الملك الحسن الثاني. ولد أحمد الدليمي عام 1931 بمدينة سيدي قاسم غرب المملكة المغربية، وهو من أصول صحراوية تعود إلى قبائل الأدلين. نشأ في كان في أسرة معروفة بالمنطقة، وكان والده كاتبا وترجمانا لدى المراقبة المدنية أيام الاستعمار، ثم موظفا مركزيا بوزارة الداخلية بالرباط ورئيسا لجماعة قروية، ثم نجح بالوصول إلى البرلمان في ذروة مجد ابنه الجنرال. تابع الدليمي دراسته الثانوية في ثانوية مولى يوسف في وسط العاصمة الرباط، واختار الحياة العسكرية حيث التحق بمدرسة الدار البيضاء العسكرية بمكناس التي تخرجت منها نخبة الضباط الجيش المغربي. قال عنهم مواد مدحت بوريكات أحد يتزمن مرت الذي درس معه في الثانوية، كان تلميذا فقيرا منعزلا عن زملائه، يرتدي جلبابا وصندلا في الصيف كما في الشتاء. وأضاف في حوار مع صحيفة المساء المغربية أنه كان قارئا نهما للروايات البوليسية. كان دليمي من الضباط المقربين من الملك محمد الخامس، والذين خاضوا حملة الريف القاسية عام 1958 ضد القبائل المنتفضة في شمال المملكة، وساهم في تفكيك الجيش التحرير للتخلص من أي قوة تتحدى النظام بعد جلاء فرنسا، وقام عام مظاهرات مارس 1965 وصولا إلى مظاهرات 1981 بالدار البيضاء وحركة قبائل الأطلس عام 1973. وأعجب به الحسن الثاني أيما إعجاب، فبعثه في تكوين لدى الشرطة البريطانية، وبعد عودته تم تعيينه رئيسا على الاستخبارات العسكرية. وفي غشت 1964 وحينما تولى أفقير منصب مدير الأمن الوطني، عين دليمي نائبا له ومسؤولا عن المخابرات. من موقعه الأمني والاستخباراتي ستوجه إلى الجنرال تهمة التورط في اختطاف الزعيم الأممي المهدي بن بركة إلى جانب الجنرال أفقير. وعلى هذا الأساس سلم دليمي نفسه إلى القضاء الفرنسي في أكتوبر 1966 وحصل منه على البراءة. وقد أكد العميل السابق في جهاز الموساد الإسرائيلي رافي إتيان في برنامج الحقيقة التي بثته القناة الإسرائيلية الثانية في ديسمبر 2014 أنه ساعد دليمي الذي قصده في شقته في باريس للتخلص من جثة بن بركة الذي قضى خنقا تحت التعذيب. وفعلا يقول إيتان إنه حصل على موافقة رؤسائه في تل أبيب وقدم له الوصفة الفنية للعملية. وقال باحثون إن عمل دليمي بالقرب من الجنرال أفقير والذي توج بتعيينه عام 1970 مديرا عاما للأمن الوطني تحول إلى صراع خفي على النفوذ والفوز بثقة الملك،
وقد منحت المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قادها أوفقير صيف 1972 الفرصة الذهبية لدليمي للتخلص من منافسه والاستفراد بالنفوذ الأمني والعسكري، بل تقول إحدى الروايات أنه هو من أطلق الرصاص على أوفقير داخل القصر الملكي بعد انكشاف أمر الانقلابيين. وموازاة مع قبضته الأمنية والاستخباراتية القوية على المشهد السياسي وكراهيته للمعارضة السياسية اليسارية، برز دليمي كقائد ميداني للقوات المغربية في الصحراء الغربية، وكان أشبه بحاكم عسكري للمنطقة التي خاض فيها معارك كثيرة مع جبهة البوليساريو، ومع ذلك حافظ على علاقات جيدة مع قيادات الجيش الجزائري، الأمر الذي اعتبره مراقبون أنه أثار شبهات حول نواياه تجاه الملك الحسن الثاني. توفي الجنرال أحمد أدليم يوم 23 يناير 1983 في حادثة ما فتئت تختزن ألغازا كثيرة، أفاد بيان رسمي تم بثه يومها أن الأمر يتعلق بحادث سير قضى فيه الرجل إثر مغادرته القصر الملكي من مراكش. لكن روايات أخرى تحدثت عن عملية اغتيال مدبرة بمجموعة عسكرية إجهاضا لمحاولة انقلاب كان يعدها أو كبحا لجماح شخصية تنمت قوتها. فرضية الاغتلال أكدها ابن أخي الجنرال هشام دليمي في حديث لأسبوعية مغربية تلكيل، أبرز فيها خيوط كمين أعده الجنرال وقال إنها مؤامرة. الجنرال الدليمي صار مستهدفا لأنه كان يملك السلطة الحقيقية. وتحدثت صحيفة لوموند الفرنسية الشهيرة آنذاك استنادا إلى شهود أحياء عن تعرض سيارة دليمي إلى عدة انفجارات تشبه انفجار قنابل يدوية، ووضع الجيش في حالة استنفار يوم وقوع الحادثة، مشيرا إلى أن نعش دليمي ظل مقفلا ومراسم الدفن تمت باستعجاء. وفي كتاب ضباط صاحب الجلالة اعتبر ضابط محجوب الطوجي الذي كان قريبا من الدليمي أن تصفية هذا الأخير لم تكن نتيجة لتخطيطه لمشروع انقلاب، بل نتيجة لثقته المتزايدة في نفسه التي تجاوزت الحد. ورغم تضارب الروايات حول وفاة دليمي، لكنها تجمع على النظر إليه كقوة متنامية بشكل أثار تخوف الخصوم والأصدقاء على السواء. المشاهد تيفي، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.